حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء جمال مظلوم، المحلل الاستراتيجي والمدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية. مرحبا بك معنا لواء جمال. قبل التجربة النووية الكورية الأخيرة كنت معي ضيفا وقلت بأن الأمور ربما تتجه إلى نوع من التهدئة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وأنك تستبعد أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، وبالعكس أيضا أن كوريا الشمالية لن تقوم بمزيد من الأعمال الاستفزازية. هل ما زالت الأمور تتجه بهذا المنحى، وهل ما زال رأيك بمكانه؟ والله أنا يعني برضو ما زلت الحقيقة، لأن طبعا المنطقة دي منطقة خطيرة جدا على الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا، بل على العالم ككل. يعني احنا عارفين أن كوريا الشمالية ملاصقة للصين وملاصقة لروسيا وفي مواجهة اليابان الحقيقة. طبعا أنا في الحقيقة يعني أقدر أقول أن كوريا الشمالية الحقيقة بتصعد بأسلوب يعني غريب غير مسبوق، قنبلة يعني هيدروجينية. المرة دي قنبلة هيدروجينية، والتقديرات بتقول إنها 10 أضعاف التفجيرات السابقة لكوريا الشمالية. لما نشوف خلال أقل من شهر الحقيقة، يعني من 7 الشهر اللي فات إلى 29 الشهر اللي فات، يعني نقدر نقول خلال 22 يوم كوريا الشمالية أجرت 3 تفجيرات أو انطلاق لصواريخ. والنهاردة بعد ما كملتش الشهر الحقيقة، يعني يوم 3/9 في زمن قصير جدا، التاريخ كان 7، يعني في اقل من شهر الحقيقه. نعم. هي بتصعد باسلوب غريب الشان لم نكن نتوقعه. انما برضو انا بقول ان الولايات المتحده الامريكيه في حقيقه الامر يعني ربما يعني مش عايزه تصعد برضو من ناحيتها، وبتحاول قدر الامكان الى ان هي يعني تصل الى حل سلمي لهذه الازمه، بالرغم من ان هي صرحت ان كافه الخيارات مطروحه، وان الخيار العسكري مطروح، وان تصعيد حتى الولايات المتحده الامريكيه صعدت من جانبها ان هي هتخلي الاعتداء نووي وليس باسلحه تقليديه. فانا بتصور الحقيقه كوريا الشماليه بتجر العالم الى يعني توتر رهيب لم نكن نتوقعه. سفير كوريا الشماليه في الامم المتحده قال حرفيا ان هذه الصواريخ وهذه القنبله الاخيره كانت عباره عن هدايا للولايات المتحده، وان هناك المزيد. إذا كانت كوريا الشمالية تعي بأن الولايات المتحدة لن تصعد ولن تتجه إلى حرب معها، هل تتوقع أنها ستستمر بهذا النهج في الأيام والشهور القادمة؟ والله أنا برضو أقدر أقول إن يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصلها لو ضربت الحقيقة هتصعد بأسلوب يعني شديد الحقيقة أنا متوقعه، لأن طبعا كوريا الشمالية ما فيش قدامها شيء غير إن هي ربما يعني تصعد تجاه يا اليابان يا كوريا الجنوبيه اللي فيها قواعد الولايات المتحده الامريكيه، لان هي لو طالت الاراضي امريكيه الحقيقه فمعناه نهايه كوريا الشماليه، وان انا لا اتوقع ان هي هتكون حرب عالميه. لن تصل الى حرب محدوده او اقليميه في هذه المنطقه. لواء جمال، باختصار سؤال اخير لك لو سمحت، قنبله الهيدروجينيه الاخيره التي استخدمتها كوريا الشمالية سببت تغير في سطح الأرض وفق بعض الصور، وهزات وصلت إلى 6.3 درجات. يعني مزيد من التجارب كيف سيؤثر على دول الجوار وعلى المنطقة؟ لا شك أنه هو حيأثر الحقيقة، لأن هذا النوع من التفجيرات الحقيقة لو قلنا ده تفجير مبدئي وأدى إلى مثل هذه التغييرات الموجودة على سطح الأرض وهزات زلازل رصدت في اليابان ورصدت في الصين ورصدت في روسيا الحقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية رصدتها، فأنا بتصور أن الأمور يعني تصعيد خطير من جانب كوريا الشمالية. وأنا بتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ركزت مع الصين وروسيا أن هم يعني زي ما تقول يشوفوا حل مع كوريا الشمالية في إطار التصعيد اللي هي بتصعده، والذي قد يؤدي إلى صراع في هذه المنطقة هياخد الأخضر وكل ما هو موجود في هذه المنطقة. ولذلك أنا بتصور أن الدور كبير في الوقت الحاضر على روسيا وعلى الصين الحقيقة في أن هم يلجموا كوريا الشمالية بقدر الإمكان من التصعيد ومزيد من التجارب اللي هي تؤدي إلى حرب عالمية، أو يعني هتبقى في المنطقة دي الحقيقة. لا سمح الله. شكرا جزيلا لك اللواء جمال مظلوم، المحلل الاستراتيجي والمدير السابق لمركز دراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.